بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: من المترجم البليغ؟ وجوابا عن هذا السؤال نقول: هو ذلك المترجم الذي يؤمن بأن الترجمة فهم وإفهام، ذلك الذي يرتدي قلمه حين يترجم قلبه الأمين وعقله المتين، يأتيه قماش النص فيحيك منه ثوبا يبلغ مقاس المتلقي تماما على الذي هو أحسن، تبلغ ترجمته قلب وعقل المتلقي وافية مستوفية، لا بسرف العبارة تعاب ولا بقتر المعاني تشاب، حتى إذا قرأت ترجمته تشعر أنها مكتوبة بلسان النص الأصلي. إنه يعي تماما أن ثم عقد يربط الترجمة بالنص الأصلي، عقد ضمني يعطي بذلك بعدا أخلاقيا ومهنيا لعملية الترجمة. فالترجمة الأمينة هي تلك التي تعترف بأسبقية نص آخر ترتبط به وفق عقد يلزم اعتبار النص الأصلي كيانا له حقوق وخصوصيات تجب مراعاتها، فلا يجوز الاستحواذ على المعنى باعتباره هوية مستقلة عن الحرف، ولا يجوز الاستغناء بذلك عن الحرف باعتباره واجهة لا غير. وفي الوقت ذاته ذلك العقد يلزم المترجم ألا ينطمس ويتوارى خلف جدران الحروف، بل يظهر نفسه في بديع سبكه وفصيح نظمه، ويتجلى عبير تعبيراته المنتقاة من بساتين المفردات. إنها حالة تحدي عالية الحساسية، أشبه بشعرة معاوية، تتطلب حكمة بالغة في الإمساك بتلك الشعرة. بليغ حمدي.